السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان من شويه عملت فيديو لعلاج الديدان وقلت عندي نتايه باضه بيضه واحده. فطبعا اول حاجه بعملها ان انا لو النتايه عندي باضه بيضه واحده بديها علاج للديدان. فمن ساعتين بالظبط انا كنت مدي النتايه دي جرعه علاج للديدان. تعالوا دلوقتي اوريكم الصدمه اللي شفتها بعد ما اديت النتايه بساعتين بالظبط علاج الديدان. تمام، يلا بينا نشوف. طبعا انا قلت يا جماعه لو النتايه عندها ديدان هيبان في الرف بتاعها، قلت هنحط الرف نضيفه فاضي عشان اي زرق ينزل هنعرف اذا كان في ديدان ولا لا. نشوف كده مع بعض، شايفين كميه الديدان قد ايه. دي نتايه انا لسه شاريها بالظبط من حوالي اسبوعين. تمام، باضت عندي اول عش بيضه واحده، وادي تاني عش باضت برده بيضه واحده. شايفين كميه الديدان، هي تقريبا بتعمل زرق ديدان بس. دي كده كمية ديدان مهولة اهي، كل ده ديدان، هي عاملة زرق ديدان بس. تمام، وهنا برضو نفس النظام اهو ديدان. تمام اهي، تمام يا جماعة انا بوريكم بس عشان ايه تعرفوا اهمية جرعة علاج الديدان. الفيديو انا لسه عامله من ساعتين بالظبط. تمام، يا دوب رفعت الفيديو على القناة وطلعت ببص على الحمام زي ما انتوا شايفين المنظر. منظر طبعا يا جماعه يعني حسبي الله ونعم الوكيل في البني ادم اللي كان بيع لي الحمام. طبعا المنظر ده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش اي حد. منظر زي ده لا يرضي اي حد، ولا بني ادم ولا غير بني ادم. ده مش منظر، الحمام ما كانش عند غاوي، الحمام كان عند بني ادم لا يفقه شيء في تربيه الحمام. دخل الحمام كده ما نعرفش دخلها ازاي، اما يسيب فرد حمام ينزل ده زرق، ديت زرق اخراج مره واحده، ده مره كده واحده، كل الكميه دي مره واحده، دي مره ثانيه. تمام، فطبعا ده كده وما خفي كان اعظم. اللي جوه لسه جسم فرد الحمام الله اعلى واعلم بيه الكميه اللي جواها عامله ازاي. انا اديتها النهارده اول جرعه، الديدان خارجه صحيه يا جماعه. تمام، اديتها النهارده اول جرعه وان شاء الله بكره هديها الجرعه الثانيه، ولو اضطريت هديها الجرعه الثالثه بعد بكره. كميه ديدان اعوذ بالله من المنظر، منظر وحش جدا 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 على اي غاوي حمام بيحب يربي حمام ويقلبه على الحمام. ما فيش حد يستحمل ان هو يشوف المنظر ده في حمامه. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم مهمل بيهمل حمامه وبيسيب حمامه لحد ما يبقى بالمنظر ده. النتايه انا جايبها بالظبط هي والدكر بتاعها بقالهم اسبوعين. تمام كده، شفنا المنظر مع بعض، منظر وحش جدا، انا متضايق جدا، انا خايف عليها. يعني اما كميه دود قد كده نازله في الزرق بتاعها في اخراج مره واحده، يعني هي عملت اخراج مره واحده نزلت الكميه دي، واخراج مره ثانيه منزله فيه حوالي 3 او 4 ديدان. الدوده يا جماعه حجمها قد كده، الدوده حجمها كبير جدا. فتخيل ان ده في معده او في امعاء طير صغير، يعني نتايه نفاخ زي دي في معدتها كميه الديدان دي كلها. انا مش هقول اسم اللي انا شاري منه الحمام، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اولا بعلي الحمام النتايه بتبيض بيضه واحده، ما قاليش ان النتايه بتبيض بيضه واحده، قال لي الحمام شغال ما فيهوش اي مشكله. تمام، خدت منه الحمام اول عش عندي باضت بيضه، تاني عش صبرت عليها برده واديتها فيتامينات واديتها سيلينيوم، قلت يمكن ان النتايه عشان غيرت المكان عشان كده باضت بيضه واحده. تاني عش ليها اللي هو كان امبارح باضت بيضه واحده، النهارده بجسها لقيت ما فيش عليها بيض تاني، والنتايه هي عليها بيضه واحده. وطبعا دوت انا ببقى عارف ان حاله زي كده لازم ابدا ان انا ادي جرعه ديدان. طالما لقيت الحمامه بتتاخر في البيض او بتبيض بيضه واحده لازم ان انا ادي جرعه ديدان. فانا عملت فيديو بالظبط من ساعتين والله بالظبط. يعني انا الفيديو هتبص على القناه هتلاقيه مرفوع لسه من شويه، احنا لسه بالنهار اهو. تمام، انا رافع الفيديو بعد العصر، واحنا لسه اهوت بعد العصر برده، لسه المغرب ما اذنش. تمام، فيا دوب ساعتين بالظبط بصيت لقيت كميه الديدان دي. فالمنظر وحش جدا، ومنظر يعني يقطع القلب لما يكون طير ضعيف صغير حجمه ما يجيش نص كيلو في كميه ديدان بالمنظر ده في امعائه، يبقى امعائه من جوه متخرمه. تمام، فانا كده مضطر ان انا هجيب فيتامين كاف 3 وهدي منه النتايه ديت لمده من 4 لـ5 ايام بعد ما اخلص علاج الديدان عشان يعمل التئام للمشاكل اللي عندها في الامعاء والمشاكل المصارين اللي زمانها متخرمه ومتقطعه، زمان جسمها من جوه يا عيني متبهدله. تمام، فاللي عايز الفيديو انا رافعه لسه من شويه على القناه، هتلاقيه موجود على القناه، عنوانه ديدان الحمام. اول ما تكتب ديدان الحمام هيظهر لك، او خش عندي على القناه هتلاقي اول فيديو عندي على القناه النهارده. تمام، وهحط لك اللينك بتاعه هنا في صندوق الوصف تحت الفيديو ده،
واحط لك اللينك بتاعه برضو فوق هنا، يظهر لك اللينك بتاع الفيديو ده، هتدوس عليه يدخلك على الفيديو على طول وتفرج على الفيديو وان شاء الله تستفاد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم عمري من تونسي.